المحل الافضل يهزم الاهلي بعيد تماما عن حالتي في الشوط الاول 1-0 بتسديده رائعه لاشرف سيد. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، اعتقد نتيجه طبيعيه لاحداث الشوط الاول. نتيجة طبيعية ومش طبيعية لما يبقى هم 35% استحواذ نادي المحلة ونادي الاهلي 65%، فبقاش متبقاش طبيعية. بس رغبة لعيبة المحلة على المرمى، رغبة لعيبة المحلة وانتشارهم وعندهم روح كبيرة جدا وتركيزهم في الباص السليم ولعبة الكورة فيها جميع الفنون ان انت تقدر تعملها. لعيبة المحلة بيثبتوا كده، بيلعبوا من على الاجناب وبيخشوا من العمق وبيضغطوا عليك، بيعملوا كل حاجة. ما زالت الصفه بتاعت لعيبه النادي الاهلي اللي هي انا هكسب في اي وقت او انا هجيب الجون في اي وقت دي متغلبه شويه على لعيبه النادي الاهلي، وحاسين ان هم يقدروا يجيبوا الجون في اي ثانيه من ثوانيات من ثواني المباراه. يعني الكره اللي دخل بيها حسين الشحات في اول الماتش زي ما تكون خضرتنا ان هو قدر يوصل من اول دقيقه ويشوط وحارس المرمى يصد، فتهيأ للعيبه ان الحكايه سهله وان الحكايه هتبقى بهذا الشكل في 45 دقيقة. قلنا لازم يوجد سبق تهديف، جول دخل فيك بيتحمله الفريق كله من الحيطة لحارس المرمى طبعا، لعدم التفكير وعدم التركيز ان ممكن اي حاجة تحصل من الفرقة اللي قدامك جيدة. نادي المحلة النهاردة بيلعب مباراة زي ما هو مبسوط انه بيلعب على ملعبه قدام نادي الاهلي، هو الحقيقة اثبت ان هم لعيبة عندهم سرعات وعندهم كل حاجة، ولحد دلوقتي الرغبة انهم يلعبوا جيم ويلعبوا ماتش هم لعيبة المحلة، انما اللعيبة بتاعتك حاسة ان هي تقدر تكسب وتروح لجون في اي وقت، وده من عيوب فريق النادي الاهلي الواضح جدا النهارده. لا في لغه وصل بين نص الملعب واللاين فيرويت، لا في تحركات، لا في اي حاجه. يعني ان شاء الله نشوف اي حاجه كده بتتغير. وما زال انا بتكلم انت عايز لعيب فوتبولر كده يبقى في الملعب زي وليد سليمان، يقدر بجانب قفشه يقدر يعمل اي حاجه، نقل الحركه على الاقل اللاين فيرويت بتاعه باذن الله. كابتن علاء، ايه اللي كان ينقص النادي الاهلي الشوط الاولاني؟ الشراسه والرغبه اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل المباراه. الناس كلها عارفه ان المباراه تبقى صعبه الا اللعيبه اللي بدات، الشراسه والرغبه مش موجوده. ايمن يعني كابتن بيتكلم على لعيبه المحله وحماسهم ورغبتهم، بص بقول لك حماسهم، ما قلتش كورتهم، ما قلتش الشكل الجمالي. هو اساسا فريق المحله كابتن خالد بيلعب على قد امكانيات فريقه بالظبط، وعارف لعيبه النادي الاهلي كويس قوي وقافل كل مفاتيح اللعب اللي انت لغيها النهارده بكوره بتعملها مش لاقي لها اي لازمه. الكوره طويله من ياسر من رامي بالزبط. كور طويله ليه محمد شريف؟ من امتى النادي الاهلي بيلعب كده؟ ولغى نص الملعب. لازم بقى فيه، لازم تلعب لعبك وكورتك العاديه، لازم تتحرك كويس قوي، لازم تستخدم الاجناب كويس قوي، لازم اليو ديانج، عمرو الصلاح. اليو ديانج على فكره احسن واحد في الشوط الاول صحيح. اكتر واحد عامل مجهود مش طبيعي في الشوط الاول ما شاء الله. الباقي حاسس ان ال 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 الشراسه بتاعت النادي، هويه النادي الاهلي يا ايمن، شراستك الهجوميه مش موجوده. مظبوط. يعني لازم تبقى، انا قلت لك كلمه قبل الاستوديو، بقول لك على الورق انت مالكش زي، بس المستطيل الاخضر ما بيعرفش كده. المستطيل الاخضر بيعمل اللي بيتعب، اللي بيعمل مجهود، اللي هو عنده رغبه. المحله ما عندهاش رغبه تكسب، بس هم عندهم رغبه ما يخسروش. أيوة. هو مش عايز يخسر، بس جاب جول 1-0 وللمره الثانيه يا ايمن بسرعه كده كوره ثابته. دي برضو يعني صح. حاجه مش كويسه في لعيبه النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي كفريق نادي الاهلي كبير، طريقه غريبه جدا جدا. وحتى الكره يعني الكره ما بتعملش لمسه واحده، ده الكره اتعملت على لمستين ايمن طبيعي. ده يعني واحنا بنقولها كده زمان، اخر واحد على الحيطه ده وهي بتتلمس يكون هو في قلب حاطط دماغه في الكوره. لا، الهدوء وسلبيه 1-0. ارجو ان شاء الله، مش بقولش غير لعيبه كتير، انا بقول بس غير مفهوم، لازم اللعيبه دي تنزل 45 دقيقه شوط ثاني في منتهى الشراسه اللي في الدنيا. هو كل الاحتياطي بيسخن، واعتقد الاقرب ممكن يكون وليد سليمان وبولي. كابتن عادل، نتيجه الشوط الاول من وجهه نظرك تتناسب مع اداء الفريق؟ يعني انا عايز اقول لك انه فعلا المحله افضل روح منك، ولكن انت عندك مشكله كبيره قوي، وانا يمكن قلتها في اول الاستوديو، مفيش تدوير بيبقى في 5 لعيبه. الفرق الكبيره ما بتدورش في 5 لعيبه. اوعى تعمل كل، عشان كده انتوا بتتكلموا دايما يا كابتن على هويه النادي الاهلي اتغيرت في الماتشين اللي فاتوا دول. صحيح. الكور الطويله والكور. أيوة. دي عشان ده الانسجام، مفيش حاجه اسمها
تدور في 5 لعيبة، دور في 3 لعيبة ولما يتعبوا تدور في 3 زيهم. صحيح. ما تدورش في نص الفرقة، يعني نص كان الفرقة، عشان كده ما فيش انسجام. عشان يعدل الأمر تاني، ممكن لو ما عندكش باك ليفت انت معتمد عليه ما تلعب ب3 فلات وتلعب 4 في وسط الملعب وتلعب 3 قدامهم قدام. هتكسب ان شاء الله. كابتن بلال، حلول موسيماني الشوط الثاني؟ حلول موسيماني نغير الطريقه بتاعه، طريقه لعب النادي الاهلي. يعني ما ينفعش يبقى انت النهارده بتلعب المحله كلها، بتشتغل على الكرات الطوليه كلها وانت عندك راس حربه ما عندوش الميزه دي. يعني النهارده لما امتى يعني النادي الاهلي يشتغل في كرات الطويله او الكرات العاليه؟ لما يكون عندك راس حربه مثلا، لما يكون بيولي بلف في الملعب، مروان محسن بلف في الملعب، واحد عنده القدره والامكانيات انه يستلم تحت ضغط خصم، او هو طريقه لعبه نفسها انه بيدي ظهره للجول ويبتدي يستلم ويستنى زمايله او يلعب معاهم او يديهم، يعني ياخد الكره العاليه ويبتدي يلعب على الارض مع زمايله للي جاي. انما النهارده محمد شريف امكانياته وقدراته في السرعات، في الحاجات الصغيره، في استغلال الثرو باسز اللي بتتلعب من لعيبه نص ملعب. فالنهارده لازم عشان تشتغل بشكل كويس الشوط الثاني لازم تلعب باتنين فراوده، ينزل مثلا والتر بواليا يبقى هو راس الحربه رقم 9، محمد شريف ممكن يبقى المتحرك من تحت بواليا، تشتغل بميد فيلدر واحد، عندك اليو ديانج بيعملها بشكل كويس جدا، وتزود لعيبه نص ملعب، تعمل تغيير ناحيه اليمين. انا شايف ان حسين الشحات يعني الشوط الاول مش موفق، ممكن ينزل وليد سليمان، تستغل شويه اطراف الملعب لان الفرق الصغيره دايما عندها مشاكل في اطراف الملعب. النهارده حسين الشحات راح اكتر من كوره، محمد شريف راح اكتر من كوره، لو بيتحرك او بيتحرر الاثنين الباكين او اثنين الظهرين بتوعنا وبيشتغلوا لقدام، اعتقد ممكن يبقى الاهلي شكله يتغير الشوط الثاني. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني بتحقيق الفوز. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.